فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وروى أبو بكر الخلال بإسناد عن محمد بن سيرين أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أتى بيتا فرأى فيه حارستان فيه أباريق الصفر والرصاص فلم يدخله، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي لفظ آخر: فرأى شيئا من زي العجم فخرج، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الحديث عن هذا الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان، لما رأى شيئا من زي العجم في هذا البيت انصرف ولم يدخل، لأنه يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم منع التشبه بالكفار، وكان الصحابة وأهل العلم وأهل الإيمان لا يتساهلون في شيء من هذه الأمور، ولا يجارون الناس على ما هم عليه، بل كانوا يتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سادوا الدنيا وسادوا العالم. ولو أنهم تساهلوا شيئا فشيئا لضاعت الأمور وانطمست ميزة الإسلام والمسلمين، وتسلط الأعداء عليهم بسبب أن المسلمين يكونون تبعا لهم،